تكون جابت رقم تليفوني. جابت ايه بس؟ الو، ايه؟ طيب ماشي. سلام، هقول لك في ايه؟ في ايه؟ سلمى في الاسم. طب ومونة؟ وانا معاها في الاسم. هي كمان في الاسم؟ راحت تبلغ عني ولا ايه؟ خالد بيه، ممكن اسال حضرتك سؤال لو سمحت؟ اتفضل. منى مراتي ايه علاقتها بالقضيه وجريمه القتل؟ منى ملهاش اي علاقه بالقضيه، كل الفكره انها ورطت نفسها مع سلمى مش اكتر. يعني ايه ورطت نفسها؟ ورطت نفسها يعني اشتركت معاه، لكن هي ملهاش علاقه بكريم. يعني كده هي ايه موقفها في القضيه؟ والله موقفها يحددوا سير القضيه والنيابه مش انا. بعد اذنك. حاجة تانية حضرتك؟ بس كده، هو ده كل اللي حصل، وهي دلوقتي محجوزة عندنا على ذمة القضية. هل ممكن أشوفها؟ ممكن طبعا. هات لي يا ابني مدام سلمى من بره. اتفضلي، البيه الضابط عايزك جوه. طيب انا هسيبكم مع بعض 5 دقايق. في حاجة تانية مخبيها عليا؟ مش قادر اصدق ان انت كنت بالشكل ده ابدا. مجدي، الكلام ده كان قديم. انت عارف انا كان عندي كام سنه ساعتها؟ سالتك قبل كده، قلت لك قولي لي لو في حاجه في حياتك. خلينا نختار واقول ايوه او لا، بس ما تسيبنيش كده. في مرة واحدة الماضي يطلع قدامي واتفاجئ وبقى انا الوحيد اللي ما اعرفش عنك اي حاجة. لو كنت قلت كده كنت هسيبني صح، بس كنت هحترمك وساعتها هقرر اقول اه ولا لا. يمكن كنت هفكر، يمكن كنت عذرتك، بس كنت هبقى انا اللي بختار. على الاقل ما تبقيش غشتيني ولا ضحكت عليا. طيب كان قصدي. لا 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 لا، كان قصدك. طالما قررت ان انت تخبي يبقى كان قصدك. طالما قررت ان يبقى في سر في حياتك يبقى اكيد كان قصدك. طالما غشيتيني ومش فارق معاكي اي حاجه يبقى اكيد قصدك. العيب مش من عندك انت، العيب عندنا. لما يبقى الناس كلها تعرف عنك حاجه انا الوحيد اللي ما اعرفهاش، مع ان انا الوحيد المفروض ابقى عارف عني كل حاجه. للاسف انت صعبتيها عليا قوي.